شايف إن الموضوع بسيط والبنت من كلمتين منك قامت أكلت؟ والله الكلمتين هذه أنا عارفة أني حدفع ثمنها بعد ما تخلص اختباراتها. حجلس وأسمعها وأناقشها. وإيش اللي تدفعي ثمنها؟ ترى المفروض إنه هو هذا الوضع الطبيعي. إلا بسألك، هي دعاء لي ما بتداوم؟ ممكن أعرف إيش سالفة السلسلة هذه اللي قلبت البيت وانت تدورها؟ انت جاية بمشكلة جديدة تصدع الراسي فيها ولا إيش؟ من حقي أعرف دامها مهب لي المين؟ حقت موظف عندي. موظف؟ لا ما هي للموظف نفسه، إيش فيك؟ أقصد حقت واحدة، حقت زوجته. إيش جابها عندك إن شاء الله؟ هو كان يبغى مني سلف فأنا أعطيته سلف، وما شاء الله عليه الرجال أمين يعني ما يبغى ياخذها كذا، فعطاني إياها وأنا أخذتها عندي. شوفي الحين ضاعت مني وخسرت فلوسي كلها. أها ما شاء الله. إيش فيك ما صدقتي؟ لا الصراحة. خلاص حاولي تصدقيني بكيفك زي ما تبين. وأنت ضيعتها في البيت؟ هو أنت الحين توكم شككتني في أخوي، تبين تشككيني في نفسي بعد ولا إيش؟ الصراحة أنا شاكة بالسالفة هذه كلها اللي ما تدخل عقل بزر. نظام دفعات السلف هذه على الراتب ما مرت عليكم؟ ما سمعتوا فيها؟ عشان تسلف موظفينك وتاخذ ضمانات منهم؟